بسم الله الرحمن الرحيم. إذن دائما مع ديجيتال موديليشن، ومن خلال هذا الفيديو القصير سوف أقوم بعرض ملخص لما نسميه بـ CPM Continuous Phase Modulation، وسوف نتطرق أيضا إلى الـ NRZI والـ CPFSK. CPFSK و CPM هو نفس الشيء، فقط CPFSK حالة خاصة من CPM، وهذا كله يدرج ضمن Signaling Schemes with Memory. هذا signaling scheme يعني نوع من الموديليشن الذي يعتمد على الميموري. الميموري يعني السيمبول الحالي معرف بالسيمبول الذي يليه. فيما يخص الـ NRZI، هذا الـ NRZ ordinary NRZ يعني non-return to zero. لدينا two amplitude، قد يكون صفر والواحد أو الواحد أو ناقص واحد. المهم أن الصفر أو الواحد يمثل، ها هو الواحد هنا يمثل بهذه الأمبليتيود، بينما الصفر يمثل دائما بهذه الأمبليتيود، وهذا الشكل يتكرر دائما. كل واحد يمثل مثلا بزائد واحد، والصفر يمثل بهذه ناقص واحد. هذا الـ NRZ المعروف. في الـ NRZI لدينا خاصية تسمى Differential Encoding. ما هي هذه الخاصية؟ لما يكون لدينا واحد لدينا هذه الامبليتيود، لما يكون لدينا صفر الامبليتيود تحافظ على قيمتها لا تتغير، أما إذا كان السيمبول الموالي هو واحد تتغير الامبليتيود إلى امبليتيود أخرى. في هذه الحالة تغيرت من مثلا لو افترضنا أن هذا هو الامبليتيود زائد واحد، تغيرت إلى الامبليتيود ناقص واحد، وهذا يمثل السيمبول واحد، يعني السيمبول واحد يمثل تغير في الامبليتيود. نفس الشيء هنا، السيمبول هنا واحد، يعني بعد هذا الواحد يوجد واحد آخر، فالامبليتيود تتغير مرة أخرى. يعني ليس مستوى الامبليتيود هو الذي يشفر الواحد أو يمثل الواحد، بل الواحد ممثل في تغير الامبليتيود. لما تتغير الامبليتيود الديكودر يستنتج بأن السيمبول المرسل هو واحد، بينما لما تبقى الامبليتيود ثابتة هذا يعني أن السيمبولز المرسلة هي أصفار. لما تكون أصفار تبقى السيمبولز هي هكذا. للتعبير على هذا الـ NRZI بطريقة رياضية، نقوم بهذه العلاقة BK يعني السيمبول الجديد. لو نقوم مثلا، هذا هو BK الذي أرسمناه هنا، يساوي AK. AK هذا هو السيمبول باينري سيمبول 1 و 0، طبعا الواحد 1 و 0 نعم. وهنا الـ XOR. XOR هذه عملية منطقية، يعني يجب أن يكون هذا الـ AK والـ BK minus 1 يكون مختلفان، يجب أن يكونا مختلفين حتى تصبح الـ BK واحد. هذا بالنسبة للـ NRZI. بالنسبة هذا الـ Mylar encoder الواحد ممثل في تغير المستوى ولكن في نفس symbol duration. بالنسبة للـ NRZI كان symbol في طوال السيمبول ديريشن، نقول مثلا هذا هو السيمبول ديريشن تي أو السيمبول بيريود تي سيمبول تايم. طوال السيمبول تايم الامبليتيود تبقى ثابتة، سيمبول تايم دائما الامبليتيود تبقى ثابتة. بينما في الميلر كود لما يكون السيمبول المرسل هو واحد أو البيت الذي نريد إرساله هو واحد، يمثل على شكل تغير في الامبليتيود داخل نفس زمن السيمبول، during the same symbol time، during the symbol time period، during the symbol time period. بينما تبقى الامبليتيود ثابتة في حالة وجود صفر. هذا مايلر. طبعا توجد line code أخرى سوف نراها في الأعمال الموجهة problem session. Continuous Phase Frequency Shifting. لماذا ندرس هذا التقنية أو لماذا قمنا بالانتقال لهذه التقنية؟ في حالة الميموريلس ميثود، يعني كل الطرق التي شفناها في الدروس السابقة، يعني الكوام بصفة عامة،
يوجد سايد لوبس في ال يوجد سايد لوبس في في سبيكتروم، يوجد سايد لوبس في سبيكتروم. سايد لوبس يعني بالفرنسية لي لوب سيكوندير، يعني السايد لوبس معناتها بأن توجد انرجي مرسلة في خارج سبيكتروم، خارج الباندويت المخصصة للإرسال. يعني سايد لوبس هو طاقة ضائعة ترسل خارج الباندويت المخصصة لإرسال السيجنال. وفي حالة وجود هذه السايد لوبس، هذه السايد لوبس سوف إذا استعملنا هذه الطريقة التي لديها هذا المشكل، مشكل السايد لوبس، سوف نحتاج إلى باندويت أكبر من الباندويت اللازمة. يعني لو كان مثلا افترضنا أن السيجنال لديه أو عفوا لو كان التشانل لديه باندويت نقول مثلا W، باندويت W، لو كان لدينا السيجنال لديه سايد لوبس، يعني يجب كل أن تكون هذه الباندويت مخصصة كلها للسيجنال. لو نرسم مثلا السيجنال السبيكتروم الخاص بالسيجنال لو كان بهذه الطريقة مثلا، سوف نحتاج كل هذه W من البرايمري لوب إلى سايد لوبس، كل هذه ستكون W. يعني سوف نرى بأن هنا ضياع في البندويت، يكون ضياع في البندويت. وهذه السايد لوبس تكون بسبب الفيز ديسكونتينيوتي، وهذا الذي تحدثنا عنه في الفيديو السابق وشرحناه بالتفصيل، مما مشكل الفيز ديسكونتينيوتي بالإضافة إلى مشكل في حالة الاف اس كي، مشكل تغيير الفريكونسي بصفة لحظية، instantaneous change in the frequency. وهذا سوف أيضا يكون لديه عرض أو لديه أعراض سايد لوبس. ولتفادي هذه السايد لوبس نقوم باستعمال modulation that has memory. في حالة FSK، FSK طبعا هو memoryless، يعني بدون memory، هو memoryless ولكن non-linear. في حالة FSK كان لدينا هذا signal، طبعا amplitude لا تهم ستكون ثابتة. هنا هذا الكارير FC، وهذا هو لو نسميه الفيس تيرم، نلاحظ جيدا لدينا فقط فريكونسي تتغير. في حالة FSK فقط الفريكونسي التي سوف تتغير. وبصفة عامة ما نسميه بالcontinuous phase shift key سيكون ممثل بنفس طريقة، نفس تقريبا نفس صيغة FSK، فقط في حالة الفيز ستكون على شكل دالة فاي زيرو، لا ننتبه كثيرا، هي فقط الفيز الابتدائية للسيجنال. ما يهمنا فعلا هو هذا، لأن فاي زيرو ستكون ثابتة بالنسبة لكل السيجنال. ما يهمنا هو الفاي اوف تي اند اي، يعني ستصبح في حالة continuous phase shift keying سنستعمل دالة تتغير بدالة الزمن، عوض أن نستعمل 2 باي ام دلتا اف تي. هذا الـ FSK. Phi I and I، phi عفوا phi of T and I، يعني ستكون دالة، هذا نفس يمكن أن نفهمها كما أشرنا إلى S of T and I N، هذا الذي أشرنا إليه في الفيديو الخاص بالـ Power Spectrum Density أو Power Spectrum of Digitally Modulated Signal. يعني هنا ستصبح الفيز دالة متغيرة في الزمن. هذا بالنسبة لـ CPFSK، وهذا CPFSK يمكن هو حالة خاصة من ما نسميه بـ CPM، يعني Continuous Phase Modulation. والـ Continuous Phase Modulation بصفة عامة تكون هذه الـ Phi of T and I معرفة بهذه العبارة، وهذه العبارة لو تشاهدون هي نفسها العبارة التي شاهدناها في الـ Baseband Signal، تعريف في عبارة الـ Baseband Signal. لدينا هنا هذا المعامل HK، هذا المعامل ويسمى بـ Modulation Index، The Modulation Index، طبعاً هنا Indices بعد الجمع، لما تقوم بالجمع تصبح Indices.
موديليشن اندكس اتش كي، وهذه العباره هنا يعني فاي اوف تي اند اي، لما نقول سي بي ام ونقول ويذ ميموري يعني هذه السيمبول الحالي، السيمبول الحالي لو نلاحظ هنا السوميشن، حدود السوميشن تبدا من ماينس انفينيتي الى ان، يعني السيمبول الحالي يمزج او لينير كومبينيشن ويذ all the past k the past n minus 1 symbols، يعني ستصبح هنا symbols من minus infinity i minus infinity الى i n، يعني يصبح symbol في ممزوج في علاقه رياضيه او linear combination all symbols all the past symbols يعني i n مضروب في q of t i n مضروب في q of t minus n t i n minus 2 مضروب في q t of n minus 2 n وهكذا، يعني سيصبح السيمبول الحالي معرف ب او عفوا مرتبط بجميع الباست سيمبولز، لهذا نقول هذه الموديليشن is with memory. وما الفائده من هذا؟ حتى الان لم نذكر ما هو الفرق بين هذه الموديليشن والموديليشن الاخرى، الفرق سوف تصنعه هذه الداله q of t and t. هذه الداله لو اعتبرناها بولس، هي البولس شيب الخاصه بهذا النوع من الموديليشن، لو كانت هذه البولس لو اعتبرناها على شكل ريكت فسنحصل على الاف اس كي. انواع البولس التي يمكن استخدامها في حاله السي بي اف اس كي، the pulse التي هي سميناها q of t is the integral تكامل integral of the function of or the pulse g of t. لو نلاحظ هنا مثلا هذه البولس the basic pulse يعني rectangular pulse duration تاعها من صفر الى t يعني طول زمن سيمبول واحد، the integral of this pulse يعطينا هذا يعني integral direct يعطينا هذه الدالة تكون دالة خطية، وهذا في حالة استعمال جي اوف تي تكون على شكل ريكت، اذا كيو اوف تي تكون هذه الدالة خطية، يعني نسترجع هنا ستكون السيمبل مضروب في كيو اوف تي التي تكون على شكل لنقول على شكل مثلث، يعني ستصبح الفيز تتغير ببطء تزداد بشيء من البطء. يمكن ايضا استعمال هذا النوع من الدوال او من البولس، وهذا يسمى بالرايزد كوساين نرمز له ب ار سي او ال ار سي، ال هو سوف نتكلم عنه لاحقا، هذا ال هو بارامتر، هذا بارامتر يمثل عرض هذه البولس من هنا، والانتجرال اوف ذا رايزد كوساين سيعطينا هذه الداله التي تشاهد من هنا. اذا لو تلاحظون فقط ما بين هذا كيو اوف تي هذه والكيو اوف تي الاخرى، يعني الفرق بينهما فقط في درجه الانحناء، يعني درجه التغير هذه تتغير بشيء من السرعه مقارنه مع هذه الداله التي تتغير او تزداد ببطء. يمكن ايضا عوض أن نستعمل البولس طولها هو نفسه طول السيمبول تايم، يمكن أن تكون أكثر كما في هذه الحالة، لدينا البولس تساوي 2 تي، يعني تكون البولس الواحدة طولها يساوي ضعف طول السيمبول، وأن كيو إف تي نفس الشيء بما أن نقوم بالتكامل ستصبح لنا بهذا الشكل. في حالة الرايزد كوساين أورسو لدينا نفس الشيء، ستصبح العرض رايز كوساين عرضها يصبح 2t. طبعا لو تلاحظون هنا لما يكون العرض اكبر فيصبح الميل اصغر، ميل هذا المستقيم او لو اعتبرناه ميل او التغيرات تصبح تغيرات هذه الداله تتغير ببطء مقارنه مع الداله الاخرى، كلما كان هذا الطول صغير، هذا الطول هنا كلما كان صغير يصبح الميل اكبر، هنا تبدو اكثر وضوحا. لو عوض ناخذ 2 تي ناخذ تي فمن المؤكد ان هذا الميل سيكون اكبر، لو اضفنا مثلا هنا 3 تي
فستصبح دالة بهذا الشكل تقريبا. فالميل سيكون أصغر، يعني كلما أكبر زدنا في طول البولس ستصبح التغيرات تتغير ببطء، تصبح تغيرات الدالة تتغير ببطء أو قيم الدالة تتغير ببطء. هذه العملية أو تغير طول البولس في حالة ما إذا كانت طول البولس يساوي طول السيمبول يسمى هذا بالفول ريسبونس، تسمى هذه طريقة بفول ريسبونس. لما يكون طول الدالة أو طول البولس أكثر من طول السيمبول يسمى بارشل ريسبونس. يجب أن نتذكر جيدا هذا الترم، سوف نستعمله لاحقا. هنا فقط أعيد وأؤكد على شيء مهم جدا، وهو استعمال هذه البولس كما أشرت سابقا. تستعمل هذه البولس لكي يصبح تغيرات الفريكونسي، عفوا تغيرات الفيز تتغير ببطء، لأن الهدف من هذه هو الكونتينيوس فيز، نريد الحصول على فيز تكون كونتينيوس لتفادي مشكل الفيز شيفت أو الفيز جامبس الذي تطرقنا إليه في فيديو سابق. طبعا هنا أنواع أساسية للبولس جي أوف تي مثلا، هذه الريكت rectangular function هذا هو تعريفها، وهذه الرايزد كوساين تكون معرفة بهذا الشكل. هذه الرايزد كوساين مشهورة جدا في الديجيتال كوميونيكيشن، هذه سوف نتكلم عنها في محور لاحق إن شاء الله. والجي ام اس كي، في حالة الجي ام اس كي هو حالة خاصة من المينيموم شيفت كيين، ويستعمل دالة غاوس. لو تتذكرون تتكامل دالة غاوس يعطينا الكيو فانكشن، يعني تصبح الجي اوف تي معرفة بالكيو فانكشن. هنا نلاحظ مقارنة بين نوعين من السي بي ام. الأول هو سي بي ام يستعمل partial response، partial response شرحناه بالتو، يعني طول البولس تكون أكبر من طول السيمبول. سي بي ام في هذه الحالة يستعمل rised cosine وطولها يساوي 3 تي، وهذا راه ممثل بالسوليد لاين، يعني هذا الخط المتواصل. وفي حالة CPFSK هو داشت لاين، هذا يستعمل الريكت فانكشن. الريكت فانكشن تلاحظون بأن التغيرات تتغير ولكن ببطء، ولكن يوجد أفضل منها الذي هو هذا السوليد لاين، يكون أفضل من هذا الريكت من ناحية الكونتينيوتي. نشاهد بأن the variation of the phase is very smooth in comparing to the dashed line. Dashed line that represents the CPFSK. So the CPM using rised cosine with the length with pulse length of 3t is much better than using a rect function as in the case of CPFSK. يعني كلما استعملنا pulse لديها تغيرات تتغير ببطء كما فيها rised cosine، كلما كان هذا التغير يكون تغير ببطء تصبح الفيز أكثر smooth، يعني تتغير بنعومة بدون discontinuity. هذا تمثيل، أعود وأذكر، هذا لتمثيل الفيز، تغير الفيز، يعني الدالة هذه التي أشرنا إليها سابقا هي phi of t and i. هذا حالة خاصة من حالة CPM وهو المينيموم شيفت كين. المينيموم شيفت كين هو يشبه الفريكونسي شيفت كين، يعني هناك يصبح equivalent to frequency FSK signal، والفريكونسي سيباريشن دلتا اوف تي يساوي 1 على 2 تي، وهذا 1 على 2 تي هو المينيموم فريكونسي سبيسينغ للحصول على اورثوغوناليتي. لهذا تسمى هذه الحاله بالمينيموم شيفت كين. في حاله خاصه من المينيموم شيفت كين هي الجي ام اس كي غوسيان مينيموم شيفت كين، وتستعمل البولس، في البولس نستعمل غوسيان، يعني البولس على شكل غوس، على شكل غوس فانكشن. وهذه لماذا وضعتها هنا؟ هذه فقط الجي ام اس كي، هذه معروفه جدا في ديجيتال كوميونيكيشن سيستم يسمى الجي اس ام، جي اس ام يعني السكند جينيريشن 2 جي، تستعمل الجي ام اس كي في الموديليشن. المشكل الذي اشرت اليه في فيديو سابق حول مشكل الكوام، وهو مشكل في حق في جميع الموديليشن في linear modulation، وهو تغير الفيز،
الفيز لما تتغير الفيز بصفة آنية، لما تتغير الامبليتيود في البيز باند من واحد إلى ناقص واحد أو من ناقص واحد إلى واحد، يعني لما تختلف إشارة سينعكس هذا على الفيز وتصبح لدينا فيز ديسكونتينيوتي. فيز ديسكونتينيوتي وهذا يؤثر على السيكندري لوب كما شرحنا سابقا أو سايد لوبس. لتفادي هذا المشكل نستعمل ما يسمى ب offset QPSK، والoffset QPSK offset QPSK تسمى أيضا staggered QPSK. هي فقط هي في هذه الحالة نقوم فقط بعملية time shift أي انسحاب للمركبة E مقارنة مع المركبة Q، وهذا لتفادي التغير المفاجئ أو تغير instantaneous في القناة I وفي القناة Q. هذا مجرد تلخيص لما شاهدناه في الفيديو الخاص ب كوان في اس في اس كيو بي اس كي اوفست كيو بي اس كي عفوا. هنا في حالة الكيو بي اس كي، هذا كيو بي اس كي يمكن تشبيهه بكوام كوام ولكن في حالة خاصة من كوام، لما تكون الامبليتيود كونستانت ولدينا اربع حالات، يعني كابيتال ام ايكوال 4 ايكوال تو 4، يعني كل سيمبل يحمل 2 بت. هنا نلاحظ الفيس شيفت 180 درجة في هذه الحالة، هنا تقريبا لا يوجد في شيفت نو داتا ترانزيشن، وهنا فيس شيفت اوف ماينس 90 ديجري، يعني من الاكبر قيمة الى الصفر. طبعا هذا شرحناه سابقا. في حالة الاوفست كيو بي اس كي نلاحظ ان الفيس شيفت الذي كان 180 درجة اصبح فقط 90 درجة، والتسعون يبقى 90، يعني عملية الأوفست كيو بي اس كي تقلل من الفيس شيفت ولكن لا تقضي عليه تماما. لكن لو نلاحظ هنا الام اس كي تقريبا تكون الفيس كونتينوس، يعني لا يوجد فيس شيفت، لا يوجد فيس جامبس، يعني لا توجد هذه ديسكونتينيوتي غير موجودة تقريبا، يعني لا يوجد فيس شيفت في نفس النقطة. يعني الـ MSK في محل هي تنتمي إلى عائلة CPMs، يعني Continuous Phase، بينما الـ Offset QPSK ليست Continuous Phase Shifting، هي فقط تقلل من أثر الـ Phase Shift. هنا نلاحظ Spectrum of CPFSK، وهنا الفرق بين هذه الـ Schematics أو هذه الرسومات هو فقط في الH. هنا الH يوصل حتى 1.4، وهنا أصغر قيمة هو 0.5. طبعا هنا 2 level، يعني CPFSK binary في هذه الحالة، هنا أيضا يعني نفس السيجنال نقارن فقط الH modulation index. هنا نلاحظ بأن modulation index كلما كان صغير يكون spectrum أفضل، هذا spectrum هو الذي لديه أفضل characteristic، يعني لا يوجد side lobes تقريبا محصور في باندويث قليلة جدا مقارنة مع الآخر، بينما الأشكال الأخرى تلاحظون بأنها غريبة وغير جيدة مقارنة مع الشكل الأول. يعني من هذه الدراسة نستنتج بأن كلما كان الموديليشن إندكس صغير يكون سبيكتروم كاركتيرستيك أفضل. هنا لدينا المقارنة بين 4 ليفل CPFSK و 8 level، يعني 8، هنا لدينا 8 وهنا لدينا 4. طبعا كلما كان H أصغر يكون أفضل، لن ننتبه إلى هذا H، ننتبه فقط إلى هنا مثلا H، لما H يكون 0.25 نحصل على أفضل spectrum ممكن، بينما هنا أفضل spectrum حصلنا عليه لما يكون H equal to 0.125. هنا مقارنة بين الـ MSK والـ Offset QPSK. طبعاً Offset QPSK كما شرحنا سابقاً هي تقلل من Phase Shift ولكن لا تقضي عليه، بينما الـ Minimum Shift Keying تقريباً كانت لدينا الـ Phase Constant. لو نلاحظ هنا هذا الخاص بالـ MSK، MSK نلاحظ بأنها الـ Primary Loop يكون أكبر مقارنة مع الـ Offset QPSK هذا، فمنه الـ MSK تكون
لديها برايمري روب أكبر. يعني بينما في حالة الأم أس كي نلاحظ بأن السيكندري لوب تتناقص بسرعة مقارنة مع الأوفسيت كيو بي أس كي، أين كانت السيكندري لوب أعلى مقارنة مع الأم أس كي أعلى بقليل. هنا فقط لدراسة تأثير الشكل البولس، شكل البولس في حالة على الباور سبكتروم، على سبكتر خاص بالسيجنال. هنا استعملنا رايزد كوساين كما تشاهدون، هذا رايزد كوساين ولكن بطول 2 سيمبول، هنا رايزد كوساين بطول 3 سيمبول، رايزد كوساين بطول 4 سيمبول. لو تتذكرون قلنا كلما كان طول رايزد كوساين أو كلما كان طول بولس أكبر يكون تغير الدالة يتغير ببطء وسوف تصبح الفيز كونتينيوس بشكل أكثر أو تكون الفيز بدون ديسكونتينيوتي، وهذا ما يثبته هذا الشكل. نلاحظ كلما كانت طول السيمبول أكبر، طول بولس، لما يكون طول بولس أكبر مقارنة مع طول السيمبول كلما كان أكبر يكون السبكتروم كاركتيستيك أفضل. طبعا كان هذا مجرد ملخص بدون الخوض في الحسابات والدراسة التقنية للسي بي ام، لأنها أعتقد بأنها تمتاز بشيء من التعقيد. أظن بأن هذا كافي لإعطاء فكرة حول مشكل الفيز ديسكونتينيوتيز في اللينير موديليشن وكيفية أو على الأقل واحدة من الطرق للتخلص من مشكل الفيز ديسكونتينيوتيز. وشكرا.